يشارك وهو ولا يحوس على الكاظم. انتهاء نزال أنا سويت سوزو أنا ملك الله بفضل الله سبحانه. فوز مستحق. الحزام الثاني يفوز بأيمن صوان في وزن أقل من 61 كيلو. حنشوفوا حاجات من العادة. شوف القوة. شوف شو القوة. شو الضربة. أنا تلقى ضربة قوية. مستوى عالي جدا. عالي عالي. أيمن صوان يعني ضرب مستوى لباس بها. تحية تاع المدرب. ثمرة الجهود تاع المدرب مراد. معسكر ما كان سهل خويا فؤاد. بدلو مجهودات مدربين ورياضيين كي نشوفوا هذا المستوى نفهموا واش كاين. حتى المنظمين تعبوا وفايز للقوى. كلمة المنشط تاعنا فيصل عجيمي. Ladies and gentlemen, the winner is Ayman Sawan. دائماً مع الديب كوتش. مع الوناس ومورد. تحصل على الحزام. ولا يتحصل على الحزام. أيمن سوار. ابتسامة رائعة يا أيمن. Desert Fighters. All Fighters. The winner. تفضل. احكي لنا واش راك تحس بعد ما حققت الحلم ديالك في ديزاد فايت. اولا اعطي هذا الفلوس لجداتي الله يرحمها وما تاعي جداتي ربي الله يرحمك. حزامه سمحي لي ملي ما حضرتش الجنازه بخاطرك ديت حزامه. نشكر عبد القادر خويا صور الله يبارك تما الشيخ تاعي مراد ربي يحفظك. مقبله شفناك ما قدرتش تهضر في الكاميرا. انا ما نبغيش نهضر. نهضر في الحلبة. أنا ما بغيتش نهضر. قال لك ملا تخاك ناس مقبلة كان ستريس. ناس وهران مش تقول لهم ناس وهران. سلم عليكم ناس وهران ونعطيكم الحزامة. البركة عليك. البركة عليك. ويتي عليكم. البركة فيكم إن شاء الله. أنا نبغي نهضر في الحلبة. ربي يحفظك. أعطيني واحدة ديزات. ديزات فايف. بارك الله فيك. الشيخ أمين والشيخ ياسين والشيخ بويا إلياس بويا يعقوب والشيخ حمزة. ربي يخليك. الشيخ تاعي مورا. شكرا لكم. ما كنتش البارح واليوم صح صباح. انا مريش ما كنتش داخل قال الشيخ ادخل دخلت على وجه ربي هكذاك وراني خسر فارس. شفنا كانت نقاط قريب بريس كيف كيف ولكن شفنا الكوتش والناس دوموندا من عندك باش تحبس الكومبان ترفضت وعلاه با باسكو الحراره ما خليتش نحبس معليش بالتوفيق ربي يحفظك قادمه شامبيون بون كوراج.